قبل 20 سنة حين فتحنا ملف يزيد اللعين، اللعين لعنة الله على يزيد بن معاوية قاتل أهل البيت، لأن قولنا في معاوية معتدل، نحن لا نلعنه ولا نسب ولا نشتم، نحن نناقش أيها الإخوة على مهل وبتؤدة وبأدب، معتصمين إيه بحبوة التحقيق أيها الإخوة. هكذا، ليس من شأننا أن نسب ولا أن نلعن ولا أن نغتصب صلاحيات الله تبارك وتعالى فندخل الناس في الجنة والنار، نناقش نقاشا علميا. اللعين لعنة الله على يزيد بن معاوية، ليس من شأننا أن نسب ولا أن نلعن ولا أن نغتصب صلاحيات الله تبارك وتعالى. اللعين لعنة الله على يزيد بن معاوية، ليس من شأننا أن نسب ولا أن نلعن ولا أن نغتصب صلاحيات الله تبارك وتعالى. اللعين لعنة الله على يزيد بن معاوية، ليس من شأننا أن نسب ولا أن نلعن ولا أن نغتصب صلاحيات الله تبارك وتعالى.